طبعا في فرق بين التوبة وكمال نقاوة الفكر. جايز الخطايا ما تخرجش من الفكر بسرعة، بتترسب في العقل الباطن وتاخد مدة على بال ما تمشي، لكن بالوقت هتروح، ما تتضايقش، بالوقت هتروح. القديسة مريم القبطية كانت خطية وتابت، قيل إنها في سيرت قعدت 18 سنة والأفكار تحاربها برضه لغاية لما تخلصت منها وبعدين بقت من السواح.